السلام عليكم. دبلوم التمريض مجموعة الوتان الدولية. درسنا اليوم مادة Adult Health Nursing Lessons 1. Lesson 1 اليوم أول درس لنا في محاضرة Adult Health، تمريض صحة البالغين. أول درس عندنا راح نحكي فيه Fluid Electrolyte Imbalance، هو عدم توازن الفلويد السوائل والإلكترولايت في الجسم. الموضوع هذا كثير كثير مهم في جميع الأقسام في المستشفى مع جميع المرضى. كل شغلنا تعلق بالموضوع هذا، كثير كثير مهم هالموضوع. هحكي فيه شوي شوي لأنه بيعتمد على الحفظ وعلى الفهم، يعني بدنا ننتبه. خدنا الفلويد والسوائل وعرفنا كيف نعطي للمريض الفلويد، كيف تنظيمه لما نعطيله عن طريق الاي في انترافينس. راح نكمل اليوم الموضوع، راح نحكي عن الفلويد وعن الالكترولايت. لما نيجي نقول شو يعني الكترولايت، هي معادن في الجسم، في جسمنا لها شحنة كهربائية توجد في الدم والبول والأنسجة والسوائل، سوائل الجسم. إذا صار عند الشخص أي مشكلة في الإلكترولايت والفلويد بصير خلل، لأنه بتأثر على جميع أعضاء جسمه، على خلايا جسمه، بصير عند الشخص ساين وسيمتوم، أعراض مش طبيعية. الأشخاص بصير عندهم ساين وسيمتوم مش طبيعية، نورمال ساين سيمتوم، أعراض غير طبيعية، بيعملوا له فحوصات للإلكترولايت عشان نحدد من وين مصدر هالخلل، من وين مصدر هالأعراض هاي. لازم تكون الإلكترولايت كلها في النورمال رينج، في حالة زيادتها أو نقصانها بصير عندنا مشكلة، تظهر الأعراض عند المريض. يبقى لازم نحفظ شو هي الإلكترولايت، كل واحد من الإلكترولايت نعرف إيش النورمال رينج. هذا اللي اليوم راح ناخده. الإلكترولايت ساعدنا في إيش؟ نعرف إنه balance the amount of water in the body. يعني الإلكترولايت لما تكون فيها خلل أو ما في خلل، من خلالها، من خلال الفحص اللي نقوم به، النتيجة اللي بتطلع لنا في الفحص، نعرف إنه جسم الإنسان في عنده في balance، توازن في السوائل الموجودة في الجسم ولا ما في. في عنا توازن balance في الأسيد بيس، البي اتش معناها الأسيد بيس، أسيد حامضية، بيس قاعدية، نرمز لها بي اتش. البي اتش النورمال رينج بين 7.35 ل 7.45، يعني 7.35 ل 7.45. blood pH level يعني ايش؟ حامضية او قاعدية الدم. قديش النورمال رينج؟ بين 7.35 ل 7.45. في حالة قلت حامضية الدم blood pH level،
عن 7:35 يصير عندنا المريض فحصه أسيدوسيس، وهنا مشكلة. في حالة طلعت عن 7:45 الكالوسيس قاعدية بنسميها، بعد 7:8 المريض راح يموت، بعد تحت 7 المريض راح يصير سيفير أسيدوسيس تحت 7 والمريض بموت. يبقى النورمال رينج 7:35 ل 7:45 ل بلاد بي اتش ليفل. بي اتش دائما بقول البي اتش على طول بدنا نعرف البي اتش قديش النورمال رينج، هاي مهم. هذا زي المقياس بنحدده. لما بعرف انه الالكترولايت، فحص الالكترولايت او نسبه الالكترولايت في جسم الانسان بهمني ليش؟ بديني اشاره انه النيوتريشن نيوترانس تتحرك موف انتو لايش؟ لخلايا الجسم. في شيء مشكله تمام، تتحرك في الصوره الطبيعيه. تتحرك الوست ويست اوت اوف ذا سيكس، تتحرك الفضلات تبعت الخلايا او المخلفات تبعت الخلايا لبرا الخليه. كذلك الالكترولايت، فحص الالكترولايت انها تكون في النورمال كلهياتها، بديني اشاره انه النيرف الاعصاب مسلس عضلات والقلب والبرين كلها تشتغل في الشكل المطلوب. يبقى الالكترولايت مهمة إلي كثير إني أعرف نسبتها. في حالة إنه تكون طبيعية كلها في النورمال رينج، كل هاي الشغلات بتكون عندي بالطبيعي، اللي هي ايش؟ body fluid، ال pH level، حركة الحركة ما بين الحركة لداخل وخارج الخلية الخلايا في الجسم. شغلة تانية المهم كثير عندي، أعضاء الجسم كلهياتها وخلايا الجسم كلهياتها تشتغل بالشكل المطلوب، اللي هو ايش؟ النير في المسلز الهارت البرين. لو جينا طلعنا كمية الفلويد في جسمنا بنلاقي ما بين 65 ل 60 في جسمنا فلويد. حركة الفلويد في جسمنا بشكل متواصل، تتحرك الفلويد السوائل. الفلويد السوائل مش بس دم، الفلويد أكثر من هيك. لو جينا نقول وين الفلويد موجود في الجسم، مش كنا من 60 ل 65 فلويد عندي في الجسم، وين الفلويد؟ في عندي intracellular fluid، سوائل داخل الخلية. وهي بتشكل 2/3 أو 3/4 of the total body fluid، تلتين أو 3/4 من إيش؟ سوائل الجسم. هذا القسم الأول من السوائل اللي موجود inside cellular في داخل الخلايا. وين موجود؟ مثل ما حكينا inside cells. intracellular معناها داخل الخلايا، السوائل اللي داخل الخلايا تشكل من 2/3 ل 3/4 كمية السوائل في الجسم.
موجودة داخل الخلايا. لما نقول extracellular fluid هي السوائل الموجودة خارج الخلايا، يعني خارج الخلية، وهي اللي بتشكل إيش؟ intravascular fluid. intravascular fluid يعني كل حاجة خارج الخلايا هو بنعتبره إيش؟ السوائل الموجودة خارج الخلية اللي هي ما اللي في موجودة بين في قلب الفاسكولار أو interstitial fluid اللي هي حوالين الخلايا، ما بين الخلايا surrounded أو surrounds cells واللمف الليمف نود. أو السوائل اللي بتكون في الإبيثيليال سيل هي الخلايا الظاهرية أو الخارجية إبيثيليال سيلز. اتفقنا؟ يبقى عندنا السوائل مقسمة في جسمنا داخل الخلايا وهي الكمية من ثلثين لثلاث أرباع كمية السوائل اللي في الجسم أو إكسترا سيلولار خارج الخلية. بيهمني كثير كثير موضوع الفلويد السوائل. أي مريض بيشكي من دياريا والإسهال أو فوميتينج هو المراجعة أو التقيؤ، هذا الشخص بيكون عرضة إنه كل السوائل في جسمه يصير عنده ديهايدريشن جفاف. يبقى أي شخص يصير عنده فقدان للسوائل نسميه نرشحه انه راح يصير عنده دهيدريشن جفاف. تلاقي المريض اللي عنده دياريا سهال او فوميتينج تلاقيه تعبان مش قادر يوقف على رجليه، جسمه تعبان، مزاجه مش رايق، تركيزه مش قوي، ضعيف، جسمه ضعيف، خاصة الأطفال. أطفال من حد ما يصير عندهم دياريا أو يصير عندهم فوميتينج على طول نخاف عليهم يصير عندهم دهايدريشن جفاف على طول على المستشفى، لازم لأنه لازم يتركب له الطفل سوائل عن طريق الوريد. كلنا صار معنا دياريا أو فوميتينج. في حالة لما يصير عندنا دياريا أو فوميتينج بتلاقي جسمنا تعب كثير، بصير الواحد بيقدرش يوقف على رجليه على حيله، تلاقي ضغط وطن، مش مركز، تعبان، هزلان. اتفقنا؟ هون لازم يكون بجسم الإنسان توازن بين الإلكترولايت والفلويد. في حالة زادت الفلويد مشكلة، وإذا نقصت عن حدها الطبيعي مشكلة، كذلك الإلكترولايت في حالة إنها زادت عن حدها الطبيعي مشكلة، وإذا قلت مشكلة. فجسمنا في حالة توازن باستمرار، في حالة فقدان هالتوازن
هون المريض أو الشخص عرضة لعيش لمشاكل ولخطر. لو جينا على الإلكترولايت في جسمنا، في عنا الصوديوم النورمال رينج قديش، في عنا البوتاسيوم، في عنا الكالسيوم بايكربونات كلورايد مغنيسيوم فوسفيت. ورقة التحليل بتجيك بالشكل هذا تبعت المريض. لو طلعنا ورقة التحليل تبعت الإلكترولايت بنلاقي هدول الشغلات مكتوبة، وكل وحدة قبالها قديش النسبة. قبالها النورمال رينج، هو النورمال رينج بحدد إنه زيادة بالصوديوم ولا نقصان بالصوديوم، أو الصوديوم نورمال، أو البوتاسيوم في النورمال رينج ولا زايد ولا ناقص، هو المعدل الطبيعي. من خلال النتيجة بنحدد إيش المريض عنده، هو زيادة في الصوديوم ولا نقصان، ولا البوتاسيوم زيادة ولا نقصان، ولا الكالسيوم زيادة ولا نقصان، وعلى هواها بنحدد وبنعرف إنه المريض الأعراض الموجودة عنده المش طبيعية سببها الشوكان. اتفقنا؟ هذول الشغلات أو الإلكترولايت بشكل متواصل لازم تكون بالنورمال رينج في معدلها الطبيعي. في حالة اختلاف أي وحدة عن معدلها الطبيعي تظهر عند المريض، بظهر عند المريض ساين وسيمبتوم، أعراض جانبية، وبحتاج المريض للعلاج، يحتاج للكير، رعاية وللعلاج. راح نحكي فيهم واحدة واحدة، بدنا ننتبه، بدنا نركز، عشان هالدرس هذا مهم وبلخبط يحتاج للانتباه وللحفظ. أول واحدة في الإلكترولايت في عنا البوتاسيوم. أول حاجة في الإلكترولايت عندي إيش؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم يا إما بيبقى مكتوب في ورقة التحليل بوتاسيوم، أو نرمز له حرف K، حرف الكي. قلنا البوتاسيوم قديش؟ 3.5 لـ5، هو النورمال رينج. بوتاسيوم 3.5 لـ5 ملي كوفالنت لكل ده. وين موجود البوتاسيوم؟ موجود بجسمنا، بتركز في الانتراسيليولار، في الكارديا، كاردياك هو القلب، خلايا القلب، سكيليتال اند سموث ماسلز، سكيليتال والسموث ماسلز. هلا بدنا نحكي عن تشخيصات مهمة كثير. بكره بالمستشفى بصيروا يقولوا هالتشخيص هذا المريض عنده، بقولوش مرتفع البوتاسيوم او منخفض. كنا قبل هيك هايبر معناها باللاتيني زيادة، وهايبو نقصان، صح؟ لما اقول هايبر زيادة، لما اقول هايبر كاليميا ارتفاع البوتاسيوم، ارتفاع البوتاسيوم عن الخمسة، نورمال رينج من 3.5 لـ5، هايبركاليميا ارتفاع البوتاسيوم.
وهاي بنشوفه مع مرضى الرينال فيلر، تلاقي عندهم البوتاسيوم مرتفع، مشكلة في الكلى تكون عندهم. فإيش النتيجة عن مشاكل الكلى؟ إنه بيرتفع البوتاسيوم، أو في بعض العلاجات بترفع إيش البوتاسيوم. يبقى عرفنا حاجة إنه الهايبركاليميا ارتفاع البوتاسيوم معناها عن الخمسة. مع مين بصير؟ مع المرضى مشاكل الكلى، وبعض المرضى بياخذوا أنواع من العلاجات. من السايد افكت للعلاجات إنها بتعمل ارتفاع في إيش البوتاسيوم. خليني أعطيكم معلومة هون، كل العلاجات لها سايد افكت. سايد افكت معناتها تأثير جانبي، نحفظها سايد افكت، سايد جانب افكت، تأثير جانبي. كل العلاجات لها سايد افكت، في بعض العلاجات تساوي وجع راس، في بعض العلاجات تساوي تعب في وجع، بعض العلاجات تساوي السايد افكت تبعها بتأثر على الكلى، في بعض العلاجات بتأثر على المعدة. كل العلاجات لها سايد افكت، لانه العلاجات عباره عن مواد، منها يعني هالمواد هاي صحيح انها فايده للجسم، بس نفس الوقت يعني نسبه من الضرر فيه منها وبتضر الجسم. بعض العلاجات بتاثر على الكبد، بعض العلاجات بتاثر على الكلى، تساوي ضرر للكلى للكبد، لأنه لما ناخذ العلاجات جسمنا بتأثر بيها وبعد هيك لازم يخرجها من الجسم. فبخرجها عن طريق شو؟ عن طريق الكبد، وعن طريق ايش؟ الكلى بالبول. فالعلاجات أغلبها بتأثر على الكبد وعلى ايش؟ الكلى. بدنا ننتبه لهي النقطة مهم، يعني هذا موضوع بالأدوية بدنا ننتبه له. فبعض المرضى قبل ما يكتبوا له نوعيات من العلاج بفحصوا له الكلى، بشوفوا الكلى إنها شغالة ولا لا، شغال عمل الكلى طبيعي، إذا طبيعي فينو يصرفوا له الدواء. ليش؟ لأنه بكون هذا الدواء بأثر على الكلى، وإذا ما خرجتوش الكلى من الجسم بسمم الجسم، وممكن يعمل لي رينال فيلر، فشل كلوي. فبتلاقي المرضى اللي بياخذوا علاجات كثير 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 آخر عمره بصير عنده ايش؟ رينال فيلر، فشل كلوي، أو فشل في الكبد. تمام، نكمل. هايبركاليميا، ارتفاع في البوتاسيوم. من الساين والسيمتوم لارتفاع البوتاسيوم في الجسم، تتاني irritability، بتلاقي الجسم، بتلاقي الشخص صار عنده زي التشنج شوية، أو صار عنده مثل متهيج شوية، أو بصير عنده بحس زي تنميل في بعض في أطراف جسمه. المهم هون عندي كاردياك اريثميا، كاردياك اريثميا يعني إيش؟ عدم انتظام دقات القلب. شفنا البوتاسيوم، شفنا الإلكترولايت، صار عندنا اختلاف في النورمال رينج تبع البوتاسيوم، أثر لي على وين؟ أثر لي على القلب، صار عندي إيش؟ عدم انضباط في دقات القلب، كارديا أريثميا. اتفقنا؟ العلاج تبعه النيرسينج انترفينشن، أنا ما بكتبش العلاج، الدكتور بيكتب العلاج. بوصف لنا العلاج لمريض عنده هايبركاليميا،
هو علاج كايكسيليت انعطى عن طريق الدم او عن طريق البي ار بي او عن طريق الدم باي ذا ماوث بي ار باي دايركتال عن طريق فتحة الشرج. لو فتحته على الانترنت بتشوفوا اشكال العبوة تبعت العلاج. العلاج الثاني ديكستروز 50% مع انسولين. نعطي انفيوجن 25 جرام من ديكستروز 50% مخلوط ميكست مع 10 وحدات ريجولار انسولين. انسولين نظيف او انسولين شفاف بسموه. يبقى 25 جرام من ديكستروز سلاين مع ريجولار 10 وحدات انسولين ريجولار انسولين، وبنعطيها في وين؟ في الوريد للمريض، شوي شوي، ما بنعطاش بوش، مش مره واحده دفعه واحده، تنعطى شوي شوي من 15 ل 30 دقيقه. مريض بعد ما ياخذ الديكستروز سلاين مع الانسولين مع العلاج لاقي البوتاسيوم بلش يرجع لإيش؟ لمعدله الطبيعي. اتفقنا؟ نيجي على العكس تماما، الهايبوكاليميا هو انخفاض البوتاسيوم. انخفاض البوتاسيوم يكون سببه ممكن علاج، ممكن نوزيا، فوميتينج، دهيدريشن. نوزيا، فوميتينج، دهيدريشن، يعني شخص براجع أو بصير عنده جفاف سبب له هايبوكاليميا أو جاستريك سكشن سكشنينج، شفط المعدة. مريض عنده معدة مليانة، جينا شفطنا له المعدة، ركبوا له أنجي تيوب وشفطوا له المعدة، متوقع إنه يصير ممكن يصير عنده هايبوكالكيميا. أو شخص صار عمل اكسرسايز هو مش ماكل او تعبان، كان عنده دياريا وفوميتينج، تحرك كتير، ممكن نرجحه انه يصير عنده هايبوكاليميا. ذاك المريض ويك، فتيك، يعني تعبان، فتيك، ويك، ضعيف، مش ضعيف في جسمه، نقصد هون انه تعبان مش قادر يوقف على حيل. والهايبوكاليميا كمان بتأثر على القلب وتعمل كاردياك أريثميا. اتفقنا؟ هون المريض اللي عنده هايبوكاليميا شو العلاج تبعه؟ نعمل له تعويض للبوتاسيوم عن طريق الاي في، نعطي له سوائله عن طريق الاي البي او عن طريق التم، نعوضه عن طريق الاي في او عن طريق التم، نعوضه ايش؟ بالبوتاسيوم. واضح؟ نعم استاذ. سامع؟ ألو، نعم أستاذ واضح. واضح؟ نعم الدرس شوية صعب، مش لا لا صعب يعني بده لا تركيز، واضح. شوي شوي أنا ماشي، نعم لأنه كل واحدة في الإلكترولايت راح ناخذها ونحكي بها بالشكل هذا. نعم إن شاء الله. خلصنا البوتاسيوم، نيجي ننتقل على المغنيسيوم.
مغنيسيوم النورمال رينج 1.5 ل 2.5 1.5 ل 2.5 اللي كوفلنت تاكويت موجود في الانترا سيليولار وموجود فين في البروتين ان دي ان اي سينثيسيس في الجسم، يعني موجود في داخل الجسم ما بين الخلايا في قلب الخلايا او انترا سيليولار ميتابوليزم بروتين ان دي ان اي سينثيسيس في ايش؟ في داخل الخلايا في عمليه الميتابوليزم في البروتين وايش؟ والدي ان اي سينثيسيس تصنيع البروتين اند الدي ان اي في الجسم. لما نقول زيادة عندنا في المغنيسيوم، المغنيسيوم بنرمز له بالام جي، لكن في ورقة التحليل ام جي او مغنيسيوم مكتوب، بس بالاغلب ام جي. البوتاسيوم قلنا حرف الكي رمزه، المغنيسيوم ام جي. هايبر مغنيسيا يعني ايش؟ ارتفاع في المغنيسيوم. تلاقي المريض عنده بعض الأعراض زي شو؟ تلاقي عنده خمول لترجي، ممكن المريض إذا زاد ارتفاع المغنيسيوم أكثر بصير عنده كوما، impaired respiration ضعف في التنفس، جسم مش قادر يلقط نفسه، نفسه بصير ضعيف شوي شوي ياخد نفسه يعطي، بصير عنده زي خمول المريض. هون هو الدكتور ايش يكتب للمريض؟ علاجات. هي نحن كتمريض نعمل انترفينشن ونطبق العلاجات وايش والدايت، انه ما يكون ايش اي دايت، ما يكون عن طريق ايش اخصائي التغذية يوصف له المريض هذا الدايت المعين اللي بتعلق بالمغنيسيوم ارتفاع المغنيسيوم. نيجي على الهايبومغنيسيا، لو ام جي انخفاض المغنيسيوم هاي بصير مع الأشخاص اللي بيشربوا كحول كثير، بصير عندهم هايبومغنيسيا. من الساين والسيمتوم confusion disoriented، مضطرب بكون المريض، مش واعي، tremors irritability، بعض أوقات بيكون متهيج المريض ويرجف. نحن شغلنا معه بعد التشخيص له شو الدكتور يكتب للعلاج، نحن منطبقه نتعامل مع الساين والسيمتوم اللي عند المريض. نيجي على الصوديوم، الصوديوم مهم كثير لنا للمرضى. الصوديوم رمزه Na، فاكر في ورقة التحليل Na، الصوديوم Na نسبته من 135 ل 145 كثير مهم نحفظ النسبة هاي، معدل الطبيعي. الصوديوم لما المريض ارتفاع الصوديوم يكون عنده في التحليل تشخيصه بقول لك هايبرناتريميا، هايبرناتريميا ارتفاع في الصوديوم هايبرناتريميا، بقول لك المريض عنده ايش؟ هايبرناتريميا، فلازم احفظ شو يعني هايبرناتريميا، ارتفاع في الصوديوم. شو السبب ارتفاع الصوديوم بجسمنا؟ يكون المريض أخذ كمية من الصوديوم كبيرة أو
بكون المريض عنده مشاكل بالكلى أو بكون dehydration، جفاف عند المريض، فيش سوائل في جسمه، فيش سوائل، توازن السوائل مع الصوديوم ارتفع، يعني كمية السوائل في الجسم قلت، طبيعي أن الصوديوم يرتفع. نسيت. ساين والسيمتوم أعراض تلاقي عند المريض إديمة. ليش إديمة؟ لأن الصوديوم بيشفط المية، بسحب المية في الجسم. تلاقي المريض ارتفاع الصوديوم يشرب سوائل أكثر. تلاقي المريض مضطرب، تلاقي المريض دراي ميوكس ممبرين، تمه جافف، صار عنده زي جفاف في تمه، أو ميوكس ممبرين، كل الميوكس ممبرين فيها زي جفاف خاصة في التم، حلقه ناشف بتلاقيه. تلاقي عند المريض mental status change، mental status change يعني زي المريض شوية بغيب، مش بغيب يعني واعي ومش واعي، تلاقيه شوية مش مثل الشخص الطبيعي منتبه لكل حاجة. اتفقنا؟ النيرسينج انترفينشن ارتفاع في الصوديوم، بدنا نقلل الصوديوم، ما ياخذش صوديوم. على العكس تماما، في عندنا الهايبوناتريميا لاو صوديوم، العلاج تبعه ياخذ صوديوم. تلاقي الشخص ماخذ كمية كبيرة من السوائل أو شربان كمية من السوائل كثيرة أو انعطى سوائل عن طريق الوريد كمية كبيرة، فكمية الصوديوم في الجسم محدودة مع ارتفاع كمية السائل في الجسم، هون بصير عند المريض هايبوناتريميا. ممكن يصير من الأعراض عند المريض سبب انخفاض الصوديوم، يصير عنده muscle cramping أو يصير عنده nausea vomiting، posture hypotension، mental status change، hallucination. يصير عنده زي شد في العضلات أو stiff في العضلات أو cramping، بصير عنده نوزيا وفوميتينج، غثيان ومراجعة، بصير عنده بوستشرال هايبوتنشن، بنخفض ضغطه خاصة لما يوقف، منتال ستيتس تشينج، وهلوسينيشن بالعربي يعني هلوسة. ممكن يصير عنده هلوسة انه المريض يسمع صوت او يشوف حاجة مش طبيعية نحن ما نشوفهاش بس المريض بيشوفها. طبعا هنا بشكل بسيط بتصير الهلوسينيشن، مش يعني حاجات كبيرة. موضوع الهلوسينيشن الساين والسيمتوم بتصير مع المرضى، هاي بنتقد هنا بشكل خفيف، بس مع المرضى الصحة النفسية هنحكي فيها في مادة النفسية، الصحة النفسية، مرضى الصحة النفسية بصير عندهم هلوسينيشن بشكل مش طبيعي كبير كبير،
يعني الهلوسينيشن شو معنى هلوسينيشن؟ يعني هلوس بالعربي انه المريض او الشخص بصير يسمع اصوات ويشوف شغلات هي بالاصل مش موجوده، مش لازم يسمعها، مش لازم يشوفها، مش لازم، اما هو بتهيئ للمريض هيك سبب مشكله معينه، وخاصه هذا هاي الاعراض تصير مع المرضى الصحه النفسيه لعندهم مشاكل نفسيه. زي شو مثلا؟ بضلوا يتخيل شغلات مش موجوده بالاصل بالواقع. اتفقنا؟ هنحكي بيها بشكل اوسع بماده الصحه النفسيه. نيرسينج انترفينشن مع مريض الهايبوناتريميا هو الميديكيشن اي في فلويد الكترولايت لحد ما يرجع ايش الصوديوم للنورمال ريج. نيجي لموضوع تاني من الالكترولايت لفريق تاني هو الكالسيوم. كالسيوم كثير كثير مهم. نورمال رينج تبعه من 8.5 ل 10 اونص ملي كويفلنت لكل لتر. الكالسيوم كثير مهم لنا خاصة في تخثر الدم، وخاصة في وين؟ في بناء العظام وفيش، ومهم للنيرفس سيستم وللعضلات، الجهاز العصبي للعضل. ارتفاع الكالسيوم عن معدله الطبيعي بنسميه هايبركالسيميا، وهذا مهم تعريف او المصطلح لانه تشخيص بيجي لكن في جسية المريض شو عنده المريض مكتوب له هايبركالسيميا، فبدنا نعرف انه ايش ارتفاع الكالسيوم عنده. شو السبب بصير عند المريض هايبركالسيميا؟ مرضى اللي عندهم كانسر في البون في العظم لكن عندهم هايبركالسيميا، بعض الأدوية الدراجز بتأثر على كالسيوم بتزيد معدله فبصير عند المريض هايبركالسيميا. المرضى اللي عندهم مشاكل في الباراتيرويد جلاند، باراتيرويد جلاند، في عنا تيرويد جلاند وفي عنا باراتيرويد جلاند، بتعرفوها اخذتوها في الاناتومي الباراتيرويد جلاند؟ لا استاذ اخذتوها؟ لا لا. وين مكان هالباراتيرويد جلاند؟ لا اعرف صراحه. تمام، باراتيرويد جلاند هي الموجوده في الرقبة حوالين حوالين التيرويد جلاند، نسميها بارا تيرويد جلاند. فبدنا نراجع الأناتوم هيك بنفعش. نيجي هون على الصورة، هون الرقبة نيك هنا تيرويد جلاند ده هي، وهنا الأربعة هدول بنسميها بارا تيرويد جلاند. بعض المرضى بعض الأشخاص بصير عندهم هايبر بارا تيرويد جلاند أو مشاكل تانية في التيرويد جلاند. في الباراتيرويد جلاند زي ما احنا شايفين هذا المريض عنده هايبر باراتيرويد جلاند. هو ايش؟ تضخم في الباراتيرويد جلاند. هاي التيرويد جلاند هان ده هي
هدول الأربع نقاط باراتيرويد جلاند هنحكي فيهن بالدروس اللي جاي، بس لازم انكم تكونوا عارفينها بالاناتومي وشو وظائفها. نرجع لدرسنا. فالمرضى هذول تلاقي عندهم ايش؟ ارتفاع في الكالسيوم. فالمريض اللي عنده بارا تيرويد جلاند، مشاكل في البارا تيرويد جلاند، بيعملوا له فحص كالسيوم، تلاقي عندهم ارتفاع في الكالسيوم. ساينوس سيمتوم لارتفاع الكالسيوم، نتيجة ارتفاع الكالسيوم في الجسم بصير عندنا في الكدني في الكلى ستون، احتمال كبير تكلس ستونز يعني حصوة كلى. سبب ايش؟ ارتفاع الكالسيوم احد اسباب كدني ستونز. تلاقي المريض اللي عنده ارتفاع في الكالسيوم بتلاقيه لترجي، يعني ايش؟ كسلان خذلان، تلاقي عنده ضعف، ديكريز ماسل ستون، تلاقي ايش؟ عدم تناغم في حركة عضلات. فنحن كتمريض الشخص اللي عنده هايبر تيرويد هايبر كالسيميا لازم ننتبه له انه ما يوقعش، وننتبه للسيفتي تبعته للامان تبعه. ليش؟ لانه عدم ديكريز ماسل ستون، عدم تناغم حركة العضلات عنده، بصير عنده زي تشنجات، تلاقيه تعبان خذلان ممكن يبقى. اتفقنا. حاجة تانية على العكس تماما، عكس الهايبر هايبر كالسيميا، في عندنا الهايبو كالسيميا، لو سي اي انخفاض الكالسيوم، الهايبو كالسيميا بصير مع الأشخاص اللي بيشربوا كحول كبير الكحوليزم، أو الأشخاص اللي عندهم لو سيريوم مغنيسيوم، انخفاض المغنيسيوم بيجي مع انخفاض الكالسيوم مباشرة، أو الأشخاص برضك اللي عندهم مشاكل في الباراتيرويد جلاند وعملوا لهم عملية في قاموا له الباراتيرويد جلاند، فبيعطوا له إيش؟ تعويض الكالسيوم من برا. ليش؟ لأنهم بصير عندهم مشاكل في الكالسيوم، بصير انخفاض في الكالسيوم فبعوضوه. الأشخاص اللي عملوا لهم عملية، على سبيل المثال شخص عنده كانسر في الباراتيرويد جلاند، عملوا له عملية وشالوا له إيش؟ الباراتيرويد جلاند. هذا هي اللي حكينا عنها الأربع نقاط، وشفناها بالصورة عبارة عن أربع نقاط باراتيرويد. يعني في المنطقة صار عند المريض كانسر، فبشيلوا التيرويد جلاند والباراتيرويد جلاند مع بعض، لأنه بنفعش يشيلوا التيرويد من غير ما يشيلوا الباراتيرويد، مع بعض بيشيلوهم. هذول الأشخاص بصير عندهم هايبوكالسيميا، انخفاض في الكالسيوم. من الأعراض اللي عندهم الأشخاص اللي بصير عندهم هايبوكالسيميا نامبنس، تريمور، كارديك أريتميا، أوستوبروسيس، بصير عندهم زي الرعشة، عدم انتظام ضربات القلب، هشاشة القلب بصير عندهم. ليش؟ هايبوكالسيميا، انخفاض الكالسيوم عندهم. فدائما دائما انه بنصحوا الأطفال أو الأشخاص بشكل عام انه دائما يتناولوا ايش؟ كالسيوم، عشان في الكبر ما يصيرش عندهم أوستوبروسيس. أوستوبروسيس هو هشاشة العظام نتيجة انخفاض معدل الكالسيوم في الجسم. في بعض أشخاص بتلاقيه يقولوا عنده إيش؟ هشاشة عظام. شو يعني هشاشة عظام؟ إنه في جسمه الكالسيوم واطي واطي، فإيش؟ عظامه رفيعة رقيقة، أي شيء إذا انضرب بأي شيء يعني بصير عنده إيش؟ كسر للعظام، عظامه هشة، أوستيوبروسيس، هشاشة عظام. النيرسينج انترفينشن، اي في فلويد، ميديكيشن دايت. الكالسيوم مع الفوسفات ورك توجذر، الكالسيوم والفوسفات بيشتغلوا دائما مع بعض. فمنلاقي
في حالة ارتفاع الكالسيوم لكن الفوسفات نزلت. If the one is high, the other is lower. اتفقنا؟ يبقى الكالسيوم والفوسفات ارتباط عكسي. ناخذ بريك. هاجر، نعم استاذ، ناخذ بريك. مش موجود الا انت معي. نعم في المحاضره. نعم كم من 5 دقائق فقط اصلي وارجع المحاضره. تمام، لا ناخذ ربع ساعه او 15 دقيقه. 15 دقيقه او 12 دقيقه ناخذ بريك ونرجع للمحاضره. تمام، شكرا. عفوا.
ألو، نرجع نكمل محاضرتنا. ألو، نعم أستاذ. نكمل محاضرتنا لحتى الآن. تمام الأمور، وصلنا لحد الكالسيوم. نعم أستاذ، بس ممكن سؤال؟ تفضل. هي النسب الموجودة يعني هنا بالملزمة نفس النسب الموجودة بكل المختبرات؟ طبعا هاي النورمال رينج متعرف عليه عالميا، نورمال رينج هذا هو، نعم كل هي هذا كله النورمال رينج هذا هو موجود، نعم كل هي هذا. يعني أنا سويت تحليل بالمستشفى الحكومي، كانت النسب تختلف عن المستشفى الخاص. ممكن في بعض النسب يعني على هوا الأجهزة أو هات، بس المتعارف عليه هاي الستاندر هو النورمال. لهيك بتلاقي دائما في كل تحليل بكتبوا مثلا الصوديوم مثلا قديش نسبته، النورمال رينج كذا من كذا على هوا الجهاز مثلا، بس الطبيعي هو النورمال رينج متعارف عليه هذا هو، هذا هي كلها هي النورمال رينج. تمام أستاذ. طلع بالفحص، الفحص مثلا الشيء مكتوب قديش يقباله النسبة، بعدين بتلاقي النورمال رينج. عشان أعرف شغلة مهمة أنا، أعرف مثلا إذا عملت تحليل أو أي عندي بلشت أشتغل مع المرضى، عملنا له للمريض تحليل، طلب الدكتور بعض التحاليل، بتطلع على التحليل في حاجة مثلا طلعت لي مش نورمال رينج، مش طبيعية، تحت النورمال أو فوق النورمال. لو كتبت على الإنترنت مثلا الصوديوم شو سبب ارتفاعه، طلع لك النتائج كلهياتها. أو البوتاسيوم شو سبب ارتفاعه، إذا المريض كان عنده ارتفاع في البوتاسيوم شو سبب ارتفاعه، مثل ما ذكرنا. إنترنت يعني على الإنترنت بيجيب لك الشغلات اللي بشكل عام يعني على كل المرضى، مش حتلاقي سبب برا الأسباب هاي الموجودة، إلا اللي تلاقي ترجع للهيستوري تبع المريض، المعلومات اللي أخذتها من المريض بتلاقيها إلها علاقة في الأسباب اللي طلعت لك اللي ده أخذتهم على الإنترنت. وضحت الصورة؟ مثلا جيت عملت تحليل كالسيوم، مثلا كالسيوم قلنا مثلا شو الكالسيوم سبب ارتفاعه، قلنا مثلا بصير مع الكانسر، بصير مع الباراثيرويد، مشاكل الباراثيرويد. لو جينا كتبنا شو سبب ارتفاع الكالسيوم في الجسم، طلع لك النتائج كلهياتها. المريض استحالة يكون سبب ارتفاع الكالسيوم عنده عن برا الأسباب الموجودة. نرجع بالهيستوري نسأل المريض عملت عمليات قبل هيك، بقول لك عندي بالتيرويد باراتيرويد مشكلة في الغدد، عندي مشاكل. شفنا كيف لهيك على طول. فأخذ الهيستوري من المريض كتير مهم، ونقارنها بنتائج التحليل. إذا نتائج التحليل في عنا ارتفاع أو انخفاض مع الهيستوري تبع المريض مع فحوصات الدكتور، بتلاقيها كلها هياتها في الآخر بتعطيني سبب أو نتيجة بتحدد لنا شو سبب هالمشكلة اللي عند المريض، شو سبب هالابنورمال ساين اند سيمتوم. بالشكل هذا بيشتغلوا في المستشفيات، يعني عن طريق التحاليل، عن طريق نتائج التحاليل، عن طريق الفحص للمريض، وعن طريق الهيستوري يعني ايش السيرة تبعت المريض، كلها هي كل هالمعلومات بتجمعوها وفي الاخر بتوصلوا لايش، لتشخيص طبي بالشكل هذا. بس لكن بعض اوقات بتلاقي مرض جديد عند المريض او مرض مش كتير منتشر، او يعني بتلاقي لسه النتائج مش واضحة، أو بتلاقي ما خدوش من المريض هيستوري منيح، أو المريض ما عطاش هيستوري بالشكل الكامل، فهون بتغلبوا ليوصلوا لميديكال دايجنوستس عند المريض.
لهيك بتلاقي بعد اوقات بقولوا انه هالمريض بعاني من اعراض، بس لكن لحتى الان مش عارفين ايش التشخيص تبعه. ليش؟ لسه ببحثوا، بحاولوا يتوصلوا لشو السبب من التحاليل اللي بيعملوها للمريض ومن الهستوري اللي عند المريض والفحص اللي بيقوم فيه الدكتور، الفحص الفيزيائي او المعاينه والاسسمنت اللي بيقوم فيه الدكتور والتعقيب. بلكي بيلزم وقت انهم يضلوا يعملوا تحاليل للمريض، يضلهم يعملوا تحاليل، مرار بيعملوا تحاليل بتطلع نورمال، بيكلبوا تحاليل تانية، بيعملوا تحاليل تانية برضك انه يضلهم يعملوا فحوصات الترا ساوند ام ار اي، لحد في الاخر ما يحددوا وين المشكله، بتقرب وبوصلوا للمشكله اللي عند المريض، وفي الاخر بيطلعوا بميديكال دايجنوسيس. اوقات بتلاقي على دوسيه المريض بتلاقي هايبر كالسيميا، او بتلاقي عند المريض مثلا باراتيرويد جلاند تيومر، يعني كتلة في الباراتيرويد، أو بتلاقي عند المريض مثلا نيمونيا، أو بتلاقي عند المريض مثلا بقولوا إنه عنده شو اسمه تشخيص، بحطوا تشخيص وجنبه علامة استفهام. يعني التشخيص الأولي هذا لسه مش 100%، يعني كتشخيص أولي حددنا، الدكاترة بحطوا ميديكال دايجنوسيس للمريض، بكتبوا تشخيص وجنبه علامة استفهام لسه. يعني بنشتغل على هذا التشخيص بس، لكن بعد أسبوع بلكي بعد يومين ثلاثة نتوصل للتشخيص الصحيح للمريض. بلكي هذا التشخيص، بلكي تشخيص ثاني، لسه خطوة أولية حددنا للمريض هذا التشخيص، هذا حددنا الميديكال دايجنوسيس، بس مش متأكدين 100%. نحتاج لعمل فحوصات أكثر، نحتاج لعمل تشخيص تمريض يعقب على المريض أكثر، ناخذ نتائج عن المريض، ناخذ معلومات عن المريض، ناخذ الساين والسمتوم بشكل أوضح، ناخذ الهيستوري بشكل أوضح. في الآخر بتوصلوا لنتيجة، مرار المريض بموت قبل ما يتوصلوا لإيش؟ للميديكال دايجنوسيس 100%. أوقات اتفقنا؟ نكمل. فوسفات نسبته 2.8 ل 4.5 ملي كوفيلنت، مهم لأنه في المسلز نيرف والار بي سيز، فعمل المسل النيرف الار بي سيز ريد بلاد سيلز، ار بي سيز ريد بلاد سيلز. اتفقنا؟ هايبوفوسفاتيميا لما ايش؟ يقل عنا كمية الفوسفات عن ايش؟ 2.8 هايبو. منقول بتصير مع المرضى، متى بتصير الهايبوفوسفاتيميا؟ مع المرضى اللي بياخذوا توتال بارنتيال نيوتريشن تي بي ان، توتال بارنتيال نيوتريشن هو الايش؟ تغذي عن طريق ايش؟ الوريد. الجلوكوز والانسولين، الجلوكوز والانسولين ممكن يسوون هايبوفوسفاتيميا لما يتحركوا لداخل الخليه، وهاي بنتج لنا حركة الجلوكوز والأنسولين مع بعض. مش قلنا لما بيفتح الأنسولين باب الخلية وبدخل الجلوكوز لداخل الخلية، فهاي المرحلة في هذا الوقت ممكن إيش يسبب لنا إيش؟ إنه إيش يتحرك الفوسفات لداخل الخلية وبنتج عنا إيش؟ هايبوفوسفاتيميا. المرضى اللي بيشربوا كحول كثير، الأشخاص المدمنين على الكحول، لما إيش يصير عندهم ود دراو، ود دراول من الكحول، يعني الانسحاب من الكحول، يبلشوا يطلعوا عن الكحول، يبلشوا يوقفوا شرب الكحول وخلص، يعني ما عاد بده يشرب كحول. هذول الأشخاص بين الوقت والتاني بصير عندهم هايبوفوسفاتيميا، بتلاقي المريض عنده weakness pain mental changes seizures، بتلاقي المريض ضعيف تعبان، أوقات بحس بعض آلام في جسمه، mental change يعني بضعف تركيزه، بصير عنده ايش؟ بعض النوبات، seizure معناها نوبات. هايبرفوسفاتيميا لما ايش؟ كمية الفوسفات تتحرك من داخل الخلية لبر الخلية فبزيد تركيزها. لما نعمل للمريض فحص فبتلاقي ايش؟ كمية الفوسفات عالية. هون هذول الأشخاص، هاي الأشخاص مثلا بياخذوا تروما، إنه إيش؟
بياخد تروما ضربة على جسمه، تروما كبيرة مثلا حادث سيارة أو، فبتلاقي ايش تحركت الفوسفات لخارج الخلية بسبب ايش السويلينج أو مشاكل صارت في المنطقة، فتحرك كمية الفوسفات اللي في داخل الخلية لبرا الخلية، فارتفعت كمية الفوسفات عندنا ايش في الدم. الأشخاص اللي بياخدوا كيموثيرابي او الاشخاص اللي عندهم مالignant تيومر، مالignant تيومر هون ايش؟ هاي الكلمه مالignant تيومر معناها السرطان الخبيث. انواع التيومر عندنا بناين ومالignant. بناين حميد، مالignant خبيث. يبقى في عندنا بناين تيومر، في عندنا مالignant تيومر. بناين حميد، مالجنانت خبيث. الأطفال اللي بشربوهم أهليهم، الإنفنت الرضع اللي بشربوهم حليب البقر، هذول برضك بصير عندهم هايبر فوسيتيميا. بتلاقي المريض بحس بعض الساين والسيمتوم، زي مثلا شو تتني muscle spasm، tingling حوالين التم والفينجر، يعني نمنمة حوالين أو وخز حوالين التم والأصابع، زي وخز بحس المريض. هاي الشغلات سببها شو؟ تلاقي سببها إيش؟ الهايبر فوسفاتيميا. نحن النيرسينج دايجنوسيس، نحن ايش النيرسينج انترفينشن، نعمل للمريض على الدايت، بنعطي له معلومات عن الميديكيشن، العلاج اللي بيوصف له اياه الدكتور نعطي له اياه، نعلم المريض على العلاج كيف يستعمله، والاي في فلويد بنتبع للمريض اعطاء الفلويد هو وصف الدكتور. كلورايد نسبته من 95 لإيش؟ ل 105 ملي كوفلنت لكل لتر. انخفاض الكلورايد بيبقى مصحوب، مشكلة الكلورايد ارتفاعه وانخفاضه بيبقى مصحوب مع وين؟ مع الـ Na البوتاسيوم. ف عفوا الصوديوم، مع الصوديوم الكلورايد إذا صار في الصوديوم مشكلة على طول مباشرة بتلاقي الكلورايد فيها imbalance. في حالة حدوث الصوديوم imbalance الكلورايد بصير فيه imbalance. انخفاض الكلورايد متى بصير؟ شو سبب حدوث انخفاض الكلورايد؟ بصير إذا فقده الجسم عن طريق الكلى أو السويتنج أو عن طريق الجي آي تراك، يعني إيش؟ مجرى الجهاز الهضمي. بسبب ما مثلا دياريا فوميتنج، فبصير إيش عندنا؟ هايبو كلوريديميا، هايبوكلوريميا. ساين والسيمبتوم تلاقي المريض عنده تريمور تتني. لو جينا طلعنا على الأسباب الساين والسيمبتوم زيادة أو نقصان الإلكترولايت، بتلاقيها أغلبها متشابهة، يعني زي التتني زي التريمور زي زي زي، بس في حاجات مهمة هي اللي بنركز عليها. زي شو مثلا؟ مثلا زي الكالسيوم، بيهمني بالكالسيوم انه الساين والسيمتوم، اهم حاجة بالساين والسيمتوم مثلا انه بعد فترة كيدني ستون بصير عند المريض، او انخفاض الكالسيوم كارديك اريتميا، هاي اللي بهمني، هاي اهم شغلات. تريمور صحيح انه تريمور او الأعراض هاي موجودة، بس في عنا حاجة
مهم مع الكالسيوم، زي ايش؟ كاردياك اريثيميا، او بعد فتره من العمر بصير عنده اوستيوبروسيس. ليش؟ صار عنده دائما كان عنده المريض هايبوكالسيميا. اتفقنا؟ نيجي على الهايبر كلوريميا، هي ارتفاع الكلورايد. شو السبب؟ هو الـ Na retention or high potassium. بصطحب معاه هايبركلوريميا، يبقى Na retention or high potassium، ارتفاع البوتاسيوم، Na retention الصوديوم. ساينوس سيمتوم عند المريض اللي بصير عنده ارتفاع في الكلورايد، بصير عندهم ترومور، اسيدوسيس، ويكنس، ليتارجي، اريتيميا، كوما. نحن نيرسينج انترفنشن ميديكيشن اي في فلويد مع الالكترولايت امبالانس، الكترولايت والفلويد، دائما دائما نحن النيرسينج انترفنشن نعقب على نتائج اللابوراتوري تيست، نتائج التحاليل المختبر، ايش نعقب مع المريض على الميديكيشن والاي في فلويد، واذا صار عند المريض اي عرض من الاعراض نعقب معها ونتعامل مع المريض. مثل ما قلنا انا كممرض بشتغل في المستشفى وين ما كنت، نيرسينج انترفنشن شو انا كممرض دائما دائما انا كممرض دائما بدي اعمل اسسمنت على المريض، بدي اهتم باللابوراتوري تيست، ابعت العينه في حاله الدكتور انه طلبها، ابعتها للعينه، انتظر اعقب، وصلت العينه تمام وصلت، اعقب مع المريض ايش وصل، وصلنا من نتائج اللابوراتوري تيست، نتائج التحاليل المخبريه، وين في اب نورمال، في حاجه من الالكترولايت مش نورمال مش طبيعية، هون بدي خبر للدكتور انه المريض عندي، انه المريض طلعت نتائجه وانها ايش في عنا مثلا صوديوم او بوتاسيوم او ارتفاع او انخفاض، هايبركالسيميا، هايبوكالسيميا، هايبرناتريميا، هايبوناتريميا، بخبر الدكتور عشان يبلش في ايش، في اعطاء الدكتور اوردر للفلويد ولا ايش وللميديكيشن. بدي اعقب مع المريض الدايت كيف يكون، بدي اتواصل مع اخصائي التغذيه، اهو التشخيص الطبي اللي بحطه الدكتور، بدي اخبر اخصائي التغذيه انه في عندي مريض عنده هايبركالسيميا او هايبوكالسيميا او هايبرناتريميا او هايبوناتريميا، تعال اعطي له تعليم لايش بخصوص الدايت، كيف يستمر على الدايت تبعه. الميديكيشن لازم أنا كممرض أعطيه في وقته، أعطي للمريض تعليم عن الميديكيشن، أخبر المريض إذا في عندي سايد إفكت للميديكيشن، أعراض للعلاج، في بعض العلاجات بتعمل دوخة، في بعض العلاجات بتعمل وجع راس، في بعض العلاجات بتعمل 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 أو بتعمل إسهال أو بتعمل نتج، فأخبر المريض إنه هاي العلاجات ممكن تعمل لك زي هيك، فما تخاف إنه هاي أعراض إيش السايد إفكت للميديكيشن. الفلويد آي في فلويد هو ما يعطيني الدكتور أوردر، بدي كيف تعلمنا كيف ننظم الفلويد على هواء، بدي أنظم الفلويد للمريض وحضر الفلويد وركبه للمريض وأنظمه بالشكل إيش اللي تعلمناه، كيف نحسب كمية النقط بالدقيقة، كم نقطة بالدقيقة، ونظم المحلول، عقب على إبرة المحلول إنها ما تصيرش فيها ورم، ما يصيرش فيها انفلتريشن، ما يصيرش فيها سويلينج، ما يصيرش إنها تصير ترشح لبرا، ما يصيرش فيها أي مشكلة، إبرة المحلول اللي صار فيها أي مشكلة أنقلها لمكان تاني وركب المحلول بالشكل السليم، وإنه المريض إيش يأخذ محلوله الفلود تبعه بالشكل السليم. بين الفترة والتانية أعمل للمريض assessment، أسأله للمريض إذا بيشكي بأي شيء أو أي مشكلة أو في عنده أي حاجة، أو أعمل دائما وقتيش لازم أخذ الـ vital signs، تعلمنا وقتيش نأخذ vital signs، أخذ الـ vital signs للمريض، لو المريض اشتكى من أي حاجة من أي مشكلة
تلزم اني اخذ فايتال سينس، لازم اخذ فايتال سينس واعقب على المريض واعمل له اسسمنت بشكل مستمر في حاله انه انخفاض او ارتفاع الضغط او اي شيء، اي مشكله في الفايتال سينس، هون بدي اخبر الدكتور. بيهمني دائما دائما وانا بشتغل مع المرضى، لما يجيني المريض في عنده اي مشكله بالالكترولايت، انه الالكترولايت صار ارتفاع او انخفاض. الشغله الثانيه جنب التحليل المخبريه مثل ما قلنا، جنب اللابراتوري تيست، التحاليل المخبريه، بهمني انه اعرف الهيستوري تبع المريض، البريفيوس هيستوري. المريض قبل هيك شو كان عنده؟ امراض، عمل عمليات، عنده كرونيك ديزيز في الهيستوري، ابوه او امه عندهم امراض كرونيك. قبل هيك المريض شو كان يشرب؟ كحول، كان يتعاطى مخدرات. كل هاي الشغلات بشكل سري بسأل المريض، ما حد يسمعني، ما حد يعرف، لانه في بعض المرضى بيشربوا كحول او مخدرات بحكي الكاش قدام المرضى التانيين. فانا بشكل ايش انفرادي بساله للمريض، مهم هاي المعلومات، هاي لازم ناخذها منك. فالمريض اذا كنت انت وياه وحدكم بالغرفه بيعطيك اياها هالمعلومات هاي، انه بيشرب كحول او بيشربش، قديش بيشرب كحول، لازم نكتب بيشرب سجاير، بيشرب السجاير قديش بيشرب سجاير، اهله، ابوه، امه، اخواله، عمامه، صار معاهم كرونيك ديزيز ولا ما عندهم، مش زي الهايبرتنج، البلد بريشر، امراض ضغط الدم، امراض الكانسر. كل هاي المعلومات ايش بناخذ بعين الاعتبار فيها وايش ولازم نسجلها. حاجة تانية بيهمني انه اعرف المريض في عنده مالنيوتريشن ولا ما في عنده، بشوفه للمريض بقيمه في عنده مال نيوتريشن، في عنده سوء في التغذية ولا ما في، ولا جسمه مبين. يعني الشخص اللي عنده سوء تغذية ببين من وشه شو الأعراض تبعت المال نيوتريشن. لكن المريض ضعيف، تلاقي جلده ناشف، مثل ناشف، فتيك، ضعيف، يعني مال نيوتريشن، سوء تغذية عنده. الشخص السوء تغذية ببين من الأعراض، تلاقي شعره ضعيف، جلده ضعيف، جسم المريض تعبان كثير كثير، تركيزه تعبان، بتلاقي عنده أنيميا، الهيموجلوبين واطي عنده. بتلاقي المريض يعني سوء تغذية بسبب إنه عنده مشكلة، مرض في جسمه، أو السبب الثاني اللي هو الأكثر بكون فقر، يعني الفقر. فالمريض بتغداش بالشكل السليم، فبصير عنده إيش مال نيوتريشن، يكون عنده أنيميا، وخاصة عند النساء بصير دائما عندهم بسبب الدورة الشهرية وإنه قلة التغذية والوضع الاقتصادي الصعب. فبتلاقي أغلب النساء بتلاقي عندهم أنيميا، فقر دم. هون إذا المريض عنده أنيميا، هون لازم نخبر الدكتور، ذاتا في التحليل بيكون مبين. هون لازم المريض إنه يوصف له الدكتور إيش الحديد، أو مدعم غذائي بنسميه، أو الحديد. بنعلم المريض إنه الحديد هذا ما تاخذ منه بشكل كبير، هو قديش الدكتور يوصف له حبة باليوم او يوم بعد يوم حبة فقط، ما ياخذش اكثر، لانه اذا اخذ اكثر بسبب مشاكل، بسبب التسمم. الشيء الثاني انه ايش، انه المريض يركز انه يتناول خضرة وفواكه كثير. ليش؟ لانه هالحديد لو حب المدعم الحديد بيعمل، ممكن يعمل امساك للمريض، احتمال كبير يساوي امساك، فينتبه المريض على هالشي هذا حتى ما يصيرش عنده كونستبيشن امساك، انه لازم ياخد مع الحديد، ياخد كل يوم وجبة سلطة او شيء غني بالفايبر دايت. الشيء الثاني بنعلم المريض انه ايش، لو انشرب، اذا كان
بيجي أنواع، إذا عبارة عن قطرات لو انشرب مع العصير الطبيعي بيكون أحسن. إذا كان حبوب تمام، منشجع المريض إنه يتناول كمية وجباته باليوم 3 وجبات بالأكل الطبيعي. هاي كل الشغلات مهمة، بلكي إنه هاي لأنه تمام نعرفه هيك، بس بعض المرضى حيجيك مرضى في المستشفى تشوف إنه ما بيعرفش الشغلات هاي، فأنا لازم أعلم الأم، أعلم ولا الطفل، أو أعلم الشخص الكبير بالعمر، بكون كبير بالعمر ما بيعرفش هالشغلات هاي، مثلا مش منتبه مش مدقق عليها ما بعرفها، أنا كممرض لازم أعلمهم للأشخاص هذول، خاصة الأشخاص اللي مش متعلمين، مش رايحين على مدارس، مش موجود هالشي هذا، لا موجود مع الأسف، إنه ما بعرفش هالشغلات هاي، كثير أشخاص ما بعرفوش هالمعلومات هاي الأساسية، يعني بتلاقي الأم والأب مش متعلمين، الطفل بكون مثلا عنده أنيميا عنده، بس الأم ما بتعرف المعلومات الكاملة، كيف تتعامل مع ابنها، كيف تغذي ابنها، كيف كيف كيف، أو سوء الأحوال الاقتصادية وصلتهم لهيك شغلة لهيك السبب. لازم نقيم اللابراتوري تيست، أوقات بطلب الدكتور الاي كا جي، هي رسمة القلب لبعض المرضى، خاصة المرضى اللي عندهم ايش بالكالسيوم مشكلة، ممكن نطلبها للمريض اللي عنده كارديك اريثيميا، عدم انتظام دقات القلب، نطلب له الاي سي جي والاي كا جي، فبنعمله نحن للمريض. control the level of the fluid and electrolyte found throughout the body عن طريق الكدني، الاندوكراين، الكارديوفاسكولار، الجاسترو انتستين، اللانجز. بهدول الشغلات بعمل كنترول على الليفل اوف فلويد اند الكترولايت في جسم الانسان عن طريق الكلى، الاندوكراين، كارديوفاسكولار، الجي اي جاسترو انتستين تراك هو الجهاز الهضمي، واللانجز عن طريق الرئتين. الكدني كثير كثير مهمة، تلعب الدور الكبير في الفلويد الكترولايت امبالانس، بتعمل لأنها بتعمل ريجوليشن للووتر الفلويد السوائل مي في الجسم، الالكترولايت كذلك بتدخل في موضوع اسيد بيز بالانس في الجسم، هنحكي في هذا الموضوع لقدام، اسيد بيز بالانس، وفي الآخر all body fluid. هذا الموضوع راح نحكي به لقدام بالدروس الجاي، كيف نعمل المريض، نعمل له تشخيص في عنده أسيدوسيس ولا الكالوسيس عن طريق إيش البي اتش. كنا أول الدرس لازم نحفظ البي اتش ليفل، هاي لازم نحفظها ما ننساهاش. ليش؟ لأنه في عندنا موضوع لقدام راح نحكي فيه اسيدوسيس والكالوسيس، قاعدية والحامضية في الجسم، ايش برتبط معان ايش شيئين شغلتين، هو الرينال وايش والريسبيراتوري سيستم. فهو النتائج اللي ناخدها من المريض بنحدد في عنده ريسبيراتوري اسيدوسيس ولا ريسبيراتوري الكالوسيس ولا ميتابوليك اسيدوسيس ولا ميتابوليك الكالوسيس، بنصير نعطي تشخيص للمريض.
اتفقنا هالموضوع هذا ما راح احكي بيه هلا، للمرات الجاي راح نحكي بيه بشكل مفصل، بس بهمني هالحين اليوم انه نحفظ اسيد البي اتش ليفل نورمال رينج تبعها 7.35 7.45. اتفقنا؟ لقدام راح نحكي ميتابوليك اسيدوسيس، ميتابوليك الكالوسيس، او ريسبيراتوري اسيدوسيس، ريسبيراتوري اسيدوسيس. بهالموضوع هذا يعني راح بشكل مركز واعطي فيه اسئله عشان نتعود على ايش، كيف نعرف المريض شو المشكله اللي عنده. لحتى الان في اي سؤال في درسنا؟ هاجر؟ لا أستاذ، ما عندي سؤال. تمام. هاجر أنت تمريض مو؟ نعم نعم. تمام هاجر، لحتى الآن درسنا خلص، ما في أي سؤال عندك؟ لا أستاذ، شكرا جزيلا. تمام. موجود أنت بإسطنبول الأسبوع لا الجاي؟ بأنقرة. بأنقرة الأسبوع الجاي، كأنه في عملي راح يكون، راح تيجي ولا ما نعم خبروك؟ نعم نعم إن شاء الله سيأتي إن شاء الله. ماشي الحال الأسبوع الجاي، لأنه في موجود عملي ما بعرف، خبروني راح أكون أنا كمان في إسطنبول. نعم نعم خبرونا على مجموعة العمل إن شاء الله. تمام ماشي الحال، ماشي، يعطيك العافية، شكرا. الله يعافيك أستاذ، شكرا جزيلا.